السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فدوى وسام. اليوم راح نديرو همبرغر بواحد العجينة ناجحة 100%، عجينة رائعة ما تراطوهاش. هنا عندي كاس تاع الحليب يكون دافي مع ملعقة كبيرة تاع السكر حرج وملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. هاد العجينة راح تخرج لكم رائعة، يعني ما كاش عجينة راح تخرج احسن من هذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها لانه الوصفة بزاف ناجحة. هنا راح نخليها تتفاعل شويه هذيك الخميره، يعني واحد الدقيقه ولا زوج، من بعد نضيف باقي المكونات. هنا بعد ما خليتها واحد الدقيقه ولا زوج، زدت 3 ملاعق كبيره من زيت زيتون، 3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. نضيف حبه بيض كامله. اللي تبغي دير غير البيض وتخلي الصفار تدهن به يعني ممكن. انا هنا حليت حبه بيض، لقيت صدت فيها يعني زوج صفار، ندرس حبه بيض للعجينه ومن بعد الصفار ندهن به. ممكن ديروا غير البياض وتخلوا الصفار تدهنوا به. هنا درت الفارينه وملعقه صغيره تاع الملح. بالنسبه للفارينه او الطحين نبقاو نضيفوا بالتدريج حتى نلموا العجينه. هنا ماذا بكم يعني العجينه تخلوها شويه طريه، ما تيبسوهاش بزاف باش يخرج لكم الخبز خفيف. نبقى نضيف الفارينه بالتدريج. حتى تتلم لاباط. هنا كي تتلم لاباط نحاول نعجنها غير شويه، يعني قد ما نلمها ونغطيها ونخليها في بلاصه دافيه باش تخمر. هنا بعد ما خمرت يعني كي يضعف الحجم تاع العجينه معناتها راهي خامره، هنا راح ندي كرات. تبغوا تصغروهم تبغوا تكبروهم، هي من الاحسن ديروهم يعني شويه صغار يجوا شابين احسن من تكبروهم. هنا باش تخرج لكم الخبز او تاع الهمبرغر يعني يخرج لكم شباب، لازم هكا تشكلوا كره بين يديكم بهذه الطريقه. حاولوا بهذه الطريقه تشكلوا كره، يعني تجي كيما هكا بهذه الطريقه. كي تشكلوها كره وتحطوها مباشره فوق ورق الطهي وتخلوها تخبر، يعني بعد ما تخربوش فيها ما تهبطوها ما والو، راح تجيكم كيما الكره. شوفوا الطريقه، يعني تدوا مباشره العجينه وتشكلوها بيديكم كرات وتحطوها فوق ورق الطهي. من الاحسن تستعملوا بابي كويسون باش تضمنوا انه العجينه ما تلصق لكمش في الصينيه. هنا جبت صفار حبه بيض درت له غير شويه تاع الحليب. من الاحسن دائما البيض يكون درجه حراره المطبخ ما يكونش بارد باش ما يهبط لكمش الخميره تاع الخبز، وندهنها كامل فوق. صفار البيض زدت له غير شويه حليب، حاولوا تدهنوا كاع السطح بهذه الطريقه. هنا بابي كويسون كي ديروه يعني ميم الى طاح لكم البيض في فوق البابي يعني الخبز من بعد ما يلصقش. لو كان ديروا ديريكتوم على الصينيه راح يتحرق هذاك البيض، ممكن الحبات تلصق لكم في الصينيه. هنا درت شويه تاع بذور الشيا، يعني رشه من بذور الشيا اللي تنجموا تعوضوها بالسانوج يعني حبه البركه، ولا الججلان اللي هو السمسم، ولا تنجموا تخلوهم بدون اضافات يعني ما ديروا لهم والو، ولا ديروا لهم شويه زعتر يعني اللي تفضلوها. هنا بعد ما خليته خمر خليتهم حتى خمروا باش دخلتهم للفرن، تحصلت على هذا الخبز الرائع كيما راكم تشوفوا. راه يعني الصوره راهي تهدر ماشي انا اللي نهدر، جاب بزاف بزاف شباب ما شاء الله، يعني وصفه ولا اروع. هنا جبت شويه تاع اللحم تاع الدان درت له شويه كوري دجاج وملح وفلفل كحل، يعني تبلته غير بالملح فلفل كحل وشويه كوري دجاج. تبغوا تستعملوا الحب كريس تعملوا ولا اللحم تاع الدجاج، والكميه تاع اللحم طبعا على حساب عدد افراد العائله. نبدا نخلط او نعجن هذاك اللحم مع التوابل باش يتبل، وشكلوا خبيزات على حساب الخبز تاعكم. اذا كان كبير كبروهم، الا كان متوسط يعني ديروهم متوسطين، ولا كانوا درتوهم كاع صغار ديميني همبرغر يعني صغروه. المهم ما تخشنوهمش بزاف باش يطيبوا وما ديروهمش رقاق بهذه الطريقه. هذه غير بيدك شكليهم ولا حطيهم فوق بلاستيك الا بغيتي تشكليهم مليح. انا من بعد حطيتهم فوق بلاستيك وشكلتهم عفوا مليح. من بعد هنا تخلوا الخبز تاعكم حتى يبرد، يعني لازم يكون الخبز بارد، ما تقسموهش وهو حامي راح يجيكم يعني ولا يبان لكم معجن. كان يعني غير تخرجوه من الكوشه ننصحكم غطوه بسيرفيات هكا يحافظ على الطراوه تاعو يبقى لكم طري، ومن بعد خليه يبرد باش تقسميه. كيما راكم تشوفوا يعني خبز رائع خير من الخبز الجاهز اللي راه يتباع.
هنا درت شويه تاع زيت زيتوني، ممكن تعوضوه بالزيت. انا هنا باش ندير حاجه صحيه دهنت المقله برك بزيت زيتون، يعني ما درتش كميه كبيره. ونحط الخبز تاع عفوا خبيزه تاع اللحم، نخليهم يتحمروا على النار الاولى، نزيد لها شويه ومن بعد نقص، يتحمروا من الجهتين. بعد هنا راح نديرو يعني التزيين او المونتاج تاع الهامبرغر. درت شويه مايونيز هنا، لي صوص يبقاو اختياري، يعني تبغي تخدمي اون صوص ديريها اخدمي اون صوص. على كل حال كاينه صلصه الساموراي في القناه، وصلصه او الصلصه الجزائريه كذلك راهي موجوده في القناه، اللي بغات تشوف هاد لي صوص تخدم بيهم. وهنا نديرو شويه تاع الخس، غسلوه مليح الخس. هنا درت شويه تاع الخس والطماطم، طماطيس او البندوره. بعد هنا راح ندير الفرماج، الجبن هكا شرائح الجبن فوق اللحم. خلوهم غير شويه يعني اقل من دقيقه هكا يعني يذوبوا باش نحطوهم هكا يدوبنان، يعني غير شويه ماشي تطولوا عليهم، غير شويه وطفوا. وهنا ندير شويه تاع الكاتشب اختياري، تبغوا ما ديروهاش ما ديروهاش. وهذا هو الهامبرغر تاع نهار اليوم، جا ما شاء الله يعني جا هايل، الخبز جا روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. صحه فطوركم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.